برضه رغم ان النادي الاهلي هو الاعلى تهديفا، لكنه دايما الناس تقول لك اللمسه الاخيره، صح. اللمسه الاخيره. واكلمك كمان عن انه فريق طلائع الجيش من اكتر الفرق اللي بيعرف يستغل الكرات العرضيه. خلينا كده نبدا نتكلم عن موضوع اللمسه الاخيره. الاهلي دلوقتي عندنا في قائمه النهارده احمد عبد العزيز، عنده فرصه ان هو لعيب الكوره. اكتر ميزه تكون في لعيب الكوره هي ثبات المستوى، نعم. ودي من الحاجات اللي مش موجوده شويه عند احمد عبد القادر، فمحتاج شويه يستغل الفرص اللي موجوده. عشان كده اعتقد كمان كولر بيديله مش بيريحه، انه اللمسه الاخيره يستغلها. في ماتش ام في كورتين، الاهلي كان متقدم وكل حاجه، في كورتين لعبد القادر دايما لمسته بتبقى زياده، بتسبب هجمات على النادي الاهلي، بيجي له كور في اماكن كويسه جدا يقدر يمرر لزمايله اكتر من حل، ما بيبقاش الحلول دي موجوده، وبيختار الحل الفردي في وسط ثلاثه وبيزنق نفسه. دي كره، دي اخطر كره في الماتش كانت موجوده. الراجل منفرد من دي، استلمها خاطئه وسددها برده تسديده. في كره بقى اللي وراها ديانج قطع الكره من اخر واحد في الملعب ولعبها لعبد القادر، ممكن يسجل على يسدد على طول، يرقص واحد ويسدد، عايز يرقص عدد كبير جدا، عايز يجيب الجون اللي شكله حلو قوي، مش شرط قوي، هات نعم. جون الاول وبعد كده مشي نعم. رجلك. ده حاجه. حاجه بقى موضوع طلائع الجيش. أي. الجيش عنده ماتشات صعبه جدا بعد كده، عنده الاسماعيلي واسوان وبيراميدز في الماتشات اللي جاي. نعم. الفرقه كلها بتنافس على الهبوط. نعم. محتاج كل الماتشات السهله مع زي سموحه مثلا، بيراميدز بيسافر على بينافس بينافس على على بينافس على نعم. على القمه، عنده نعم. فرق عندها دافع اصلا. نعم. عندك ماتش الاهلي محتاج على الاقل نقطه منه، ماتش سموحه محتاج 3 نقط عشان بعد كده تحسن موقفك. طلائع الجيش عنده دايما مشكله في الكرات عنده ميزه، هو هي نفس العيب، الكرات العاليه دايما، هو الكرات العرضيه بيعتمد على الكرات العرضيه والكرات القطريه وبيقدر يسجل منها، وعنده عيب في الكرات برده عاليه والكرات القطريه. الميزه اللي هتبقى عند طلائع الجيش النهارده بيلعب 3 4 3 دايما في اغلب المباريات، بتديله عمق دفاعي. اخر 5 مباريات بدون هزيمه، وده ممكن يصعب الدنيا شويه على النادي الاهلي النهارده مع وجود عناصر بتغيب وبتريح. شايف المباراة رغم يعني ما بين المتصدر وفريق بيصارع من أجل البقاء، هل محسومة ولا المباراة صعبة لا؟ في أرض بالطبع الملعب؟ مباراة صعبة وغير محسومة، خاصة إن الأهلي ما بيلعبش بالتشكيل الأساسي. طلائع الجيش محتاج كل نقطة من النقط الموجودة، كابتن عماد صحيح. النحاس حتى كثقة محتاج كل نقطة عشان يقدر يحسن من موقف الفريق، لأن الفريق بدأ يقرب شوية من نقطة